السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ شخباركم؟ معكم حسين، لابراجعكم في جديد من لعبة شنو بدو. واليوم للمرة الثانية المهمة أم صفر ريال أو صمر مون على صح العملة حقتهم، واللي هي المون. اوكي، ما علينا، من الأساس من بقرا الارشادات حقتهم خير شر، فبالتالي ما فارقة واجد. خلنا بس نبدأ المهمة. Someone, help! اوكي، الحين عرفت وش السالفة، يبوني اساعد البنت. ابشر ابشر، ما طلبت الا رخيص. طيب خلنا اول شي نغتال البواب. المهمة طبعا اني انقاذ، بس اني تعرفون انت محب الدم كذا، ف لازم نغتال كل من نجد امامنا. طبعا ما بنضبط المكان بعد ما اغتال احد، بس يعني صح في هنا ما يعرف. خلنا لحظة، خبر عن شجرة في فطر. ايوه، ظل المرحلة نفسها ما تتغير ابد، هي الاماكن قصدي الاشياء والهذي. اوكي، بس لا تفضحين انت. اهدي اهدي داري، والله اني اشوف. بس اهدي اهدي، نكبة غريب ما عليها حراسة. Thanks. You're welcome. طيب بعدين تجي وراي هي يعني. طيب ودي ارجعها القفص مرة ثانية، ما ينفع. ما في مدينة اخليها تهجد هنا. اهجد اهجد، والله نفس فضيحة. What is this lovely thing? It's definitely something a monk should not do. تعال 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 بس. خلنا نهج بس ونخلص المهمة. أنا قاعد أضيع فلوس ذهب خرابيط. وأصحى شاريها على مهمة بصفر. أو في شيء ثاني لازم أصلحه. تعال 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 يا فضيحة، تعال يا فضيحة. كيف يمكن اسكتها؟ لو قتلتها بخسر اكيد، مو متوقع، ما يحتاج توقع حتى. ولو قفطوني اخاف يهاجمونها، ما له داعي. والله مهمة صعبة. انا اساس ليش طلعتها اصلا؟ كان خليتها هادية مؤدبة. لو قتلت قدامها بيصير شيء. Here we are. Intruder. تعال 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 نخبط. ايه قاعد تحجم فيك. Hey. تعال 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 يا لهبل يا فرند. Someone. Oh, انا كبت عفش دي بس. Someone. Anyone. What's happening? لحظة، البنت تخبط عن الشاشة حقي. What's happening? في حركة رهيبة. Someone! وش ذا؟ في شيء مدروس في حركة. There you are. نجمع غنايم ونشوف الكبة العفش دي فين راحت. السؤال يطرح نفسه، هل حابسينها يبونها حية ولا شو السالفة؟ ما ادري بالضبط، اتوقع انها هذيك. بس
خلنا نجمع لسه باقي. يا أخي شوف سيوفكم. طيب السهم يقول من هنا. وين يا هير هير نكبة العفش. يلا أنت مش بعد. بس كوس مرة ثانية سهلين. وذي لسه ما طلعت. سادس لا. خلينا بروح بمسح المرحلة أول وأجيس. ما له داعي يهاجموني مرة ثانية وأنا قاعد أحميس. طيب تذكر من هنا كان الطريق. والله مي بضابط الحركة معي أبد. أحاول أسوي حركة بالموم ترى. مو بني أنقز على الفاضي. بص لحظة أتذكر في شيء كان فوق. أدري إني سهير. يا يعني نكبة العمر أدري إني سهير. بص لحظة هذا بمكان مفيد. أيوه. ما في شيء خلاص. أنتوا كلهم ماتوا. ودعوا. خلاص خلينا نطلع. راح نطلع النشفة حقتنا. اللي اصلا دمه خلاص شوي انت. بس لحظة لو اوكي اصبر لحظة. اذا كنت دمه يعالجها هي بعد. طلت على لحظة وتعال تعال. ما داعي تطيحين بغباء. هاو في اكثر من بنت يعني. اها عشان كذا. يا اخي الابرة مع وين تأشر؟ ما ماني شايف. نطلع ضج ثانيه ما ادري وين طلعت صراحه. Wait. بقى ليفينج مي ولا مي ولا او لقى الطريق الفوق يعني. Help. اها تحتي طيح ما هنا. هذه الثالثة. يلا مشينا. خلصنا المرحلة الغبية. شيس. بعد باقي واحدة. يلا الحين صرنا أربعة. باقي احد ولا خلاص؟ ما تفهم خلاص. يلا دمشينا الى البيت يا شباب. آه يا بنات عفوا. Thank you so much. I'll never forget your kindness. ما ادري شو استفدت من المهمه هذه بس خلصنا شيء ببلاش.